بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلاب الصف الثالث الإعدادي، تحية طيبة. وبعد هنتكلم النهاردة على درس اللي هو درس الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. بداية هنوضح النشاط الرعوي وحرفة الرعي. طبعا النشاط الرعوي يرتبط أيضا بوجود اللي هو الحشائش الطبيعية. الحشائش عندي لما يكون حشائش اللي زي حشائش معتدل، مثال حشائش الاستبس أو حشائش السافانا. حتى لو قلنا تقام حرفة الرعي في أي مكان في العالم إذا توافرت الحشائش بأشكالها المختلفة سوى الاستيبس أو حشائش السافانا. لو قلنا عندنا الرعي تعتبر من أنشطة الاقتصادية البدائية في بداية وجود الإنسان، لأن كان الإنسان بيتنقل من مكان لمكان آخر بحثا عن الماء والعشب، وبالتالي إذا توافرت الأعشاب فإذا معنى كده تمثل فيها حرفة الرعي ورعي الأغنام أو المعز. هنتكلم على السؤال الأولاني أيضا اللي هو بالنسبة مقارنة ما بين الرعي البدائي والرعي التجاري، وعايزين نوضح من حيث المفهوم والمميزات الموجودة لكل منهما. لو قلت الرعي البدائي مفهومه هو رعي يمارسه مجموعة من السكان في بعض المناطق الصحراوية، بينما الرعي التجاري هو رعي يمارسه أيضا بعض السكان في مناطق الحشائش سواء حشائش السافانا أو حشائش الاستيبس في قارات العالم. إذا مرتبطة هنا بالنسبة للرعي البدائي والرعي التجاري إن الرعي البدائي دوت الإنسان بيتنقل للبحث عن الحشائش، لكن الرعي التجاري هو بتمثل أيضا هدف تجاري بهدف التصدير إلى الخارج. طب ما هي مميزات الرعي البدائي؟ مميزات الرعي البدائي إن هو ينتشر في مساحات واسعة في قارات العالم. ولو ضربنا أمثلة لذلك أيضا على خريطة العالم نوضح أكبر أماكن موجودة على خريطة العالم في قارة آسيا ممثلة في وسط آسيا، وهناك وسط آسيا بالذات في شبه الجزيرة العربية أو أجزاء أيضا في وسط آسيا اللي هو الجزء الشرقي منها. فبالتالي وسط آسيا بتعتبر أيضا مناطق تركز حرفة الرعي البدائي. ولكن من الملاحظ إن في الفترة الأخيرة قلة عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي بين القبائل في وسط آسيا، ويرجع ذلك إلى أسباب، وهذه الأسباب بسبب انتشار التعليم وتغيير نشاطهم للعمل في مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات. إذا لو قلنا هنا سؤال بما تفسر قلة عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي بين قبائل وسط آسيا، إجابة السؤال بسبب انتشار التعليم وتغيير النشاط للعمل في الصناعة والزراعة والخدمات. طب لو وضحنا أيضا أماكن الرعي البدائي بتنتشر في أي مكان، لو قلنا من أكثر الأماكن انتشارا عندي على النحو الآتي: وجود هنا في أماكن الصحاري الحارة بشبه الجزيرة العربية، وعندي أيضا وجود في منطقة بادية الشام. فلو قلنا إن انتشارها في وجود الصحاري الحارة في شبه الجزيرة العربية ممثلة في المملكة العربية السعودية أو ممثلة في أجزاء من شمال شبه الجزيرة العربية، وبادية الشام أيضا في الأجزاء في بادية الشام ما بين العراق وأيضا وبلاد الشام تمثل فيها حرفة اللي هو حرفة اسمها حرفة الرعي البدائي. لو خدنا أيضا في شبه الجزيرة العربية، من الملاحظ أيضا في شبه الجزيرة العربية الآتي: قلة عدد القائمين بهذه الحرفة بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية، ويرجع ذلك بسبب مشروعات توطين البدو وتدفق البترول. فعندي سؤال آخر يقول لك: بما تفسر قلة عدد القائمين في حرفة الرعي في شبه الجزيرة العربية بسبب مشروعات توطين البدو وتدفق البترول؟ لو خدت أيضا في أماكن الصحاري في أفريقيا، عندي أكبر صحراء موجودة في العالم زي صحراء شمال القارة اللي هي الصحراء الكبرى، وفي أوروبا وأسيا صحراء التندرا تقع في شمال أسيا وشمال أوروبا اسمها صحاري التندرا، ويربى عليها حيوان مثال حيوان الرنة. طب من الرعي البدائي إلى الرعي اللي هو الرعي التجاري، ممكن نوضح مفهوم كلمة الرعي التجاري إنه يمارسه أيضا مجموعة من السكان في مناطق الحشائش في قارات العالم، وما يميزه أيضا استخدام عدة أساليب علمية حديثة. طب لو قلت الرعي التجاري مرتبط بوجود إيه؟ بوجود استخدام الأساليب العلمية الحديثة، فبالتالي بيتخصص في إنتاج حيوان واحد فيقوم على تربية حيوان واحد بالمراعي. والهدف من التخصص في إنتاج حيوان واحد اللي هو مجال التجارة أو التصدير إلى الخارج لإنتاج اللحوم والألبان. يراعى أيضا كل نوع في مزرعة خاصة دون الاختلاط بالحيوانات الأخرى،
كلمة هنا يراعى كل نوع في مزارع خاصة، معنى كده إن هناك تخصص في زراعة الحيوانات، لإما بهدف إنتاج اللحوم، لإما بهدف إنتاج الألبان، لإما بهدف إنتاج الجلود، وده الهدف الأساسي هو في مجال التجارة الخارجية. فلو حطينا حتى بين أقواس كده، التخصص هي الصفة الأساسية الموجودة في الرعي التجاري. أكبر مثال لمناطق الرعي التجاري في مناطق تركيزه ينتشر في مناطق الحشائش القصيرة، في حشائش اسمها حشائش البراري، حيث وجود أيضا مساحات شاسعة. وأكبر مثال لها تلاقيها في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأرجنتين، في أستراليا، في أماكن وجود البراري. نطاقات أيضا الاستيبس والسافانا يسود أيضا بشكل كبير جدا البراري في الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا. ده جزء مهم جدا لوجه مقارنة، ومقارنة بين كل من عندنا وجود الرعي البدائي أو الرعي التجاري. لو وضحنا أيضا من سمات الرعي التجاري على خريطة العالم، تعالى نبص كده بالنسبة إلى خريطة العالم. خريطة العالم اللون الأول أصفر الموجود قدامنا بهذا الشكل، اللي احنا قلنا عليه الرعي البدائي بهذا الشكل اللي موجود، يتمثل في منطقة أدي هنشاور عليها، في منطقة قارة أفريقيا، في الصحراء الكبرى وصحراء الصومال، في شبه الجزيرة العربية، خليكم معايا ايه طبعا ايدي ماشي معاه، وفي بادية الشام، وفي صحراء وسط آسيا، وعند الصحاري اسمها صحاري طندرة في شمال آسيا وشمال أوروبا، وعند الجزء في الشمال الغربي أيضا من قارة أمريكا الجنوبية. لو لاحظت أيضا الرعي التجاري وتوزيعه أيضا من واقع الخريطة، يقع في أي أماكن؟ تقع بشكل كبير جدا في كل من عند قارة أمريكا الشمالية، ودي مساحة شاسعة من وجود حشائش زي حشائش البراري. لو خدت جزء أيضا عند في الأرجنتين، مساحات أيضا من البراري، عند وجود أيضا حشائش موجودة في الجزء الشرقي من أمريكا الجنوبية، وجود حشائش السافانا، وجود أيضا حشائش السافانا في أمريكا الشمال، في أفريقيا حشائش أيضا السافانا في أستراليا، ووجود البراري في الجنوب. فإذا ده بتقام حرفة الرعي وتوزيع من نطاق الخريطة الموضحة أمامنا دلوقتي. طب ده احنا نتكلم دلوقتي بالنسبة لوجه مقارنة بين الرعي البدائي والرعي التجاري كوجه مقارنة. طب ايه رأيكم لو وضحنا الموارد الحيوانية الموجودة في العالم؟ الثروة الحيوانية في العالم، تعد الثروة الحيوانية هي المصدر الرئيسي لسد احتياجات السكان من اللحوم أو الألبان أو الجلود، بجانب أيضا وجود إنتاجها إلى الصوف. لو خدنا مثال للتوزيع أيضا بعض الثروات الموجودة، لو قلنا عندنا وجود الأبقار، البقر بيعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم، لأن أيضا بيحتوي مساحة كبيرة أو كمية كبيرة من إنتاج اللحوم، وبالتالي إنتاج الأبقار بيدخل بنسبة كبيرة في مجال التجارة الدولية. وأهم القارات الموجودة من وجود الشكل البياني الموجود أمامنا، يوضح أهم القارات القائمة على إنتاجها إلى الأبقار، يوضح على الشكل الآتي. تعتبر قارة آسيا من أكبر القارات إنتاجا للأبقار وأكبر الدول دولة الهند، على الرغم إن الهند إنتاجها إلى الأبقار وليست لها أهمية اقتصادية كبيرة، ويرجع ذلك إن الهندوس يعبدون البقر ويحرمون ذبحها. لو قلنا القارة الأخرى هي قارة أمريكا الجنوبية، بتحتل المركز الثاني في إنتاجها أيضا إلى وجود الأبقار. إذا من حيث الترتيب، لو قلنا آسيا، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أوروبا وأستراليا، ده بالنسبة إلى إنتاج الثروة الحيوانية من إنتاج الأبقار، وتحتل قارة آسيا وأولى الدول دولة الهند. عندي أيضا بعد كده وجود إنتاج الأغنام بشكل كبير. الأغنام بتربى حيث توافر الحشائش هي حشائش السافانا أو الاستبس، وخصوصا حشائش حشائش الاستبس. وتربى الاغنام بالمراعي التجاريه الواسعه من اجل لحومها واصوافها. واهم القارات انتاجا هنا وجود الاغنام عند الصين، اكبر الدول في انتاجها الى الاغنام. طب لو انا ضربت مثال من حيث الدول للشكل البياني الموجود امامنا، عند تحتل الصين المركز الاول، ثم دوله الهند، ثم استراليا، ثم مصر. فانا عندي من حيث الترتيب انتاج الاغنام حيث وجود توافر الحشائش. فقلنا الصين أكبر الدول من حيث عدد الأغنام، لإجابة أي سؤال في وجود إنتاج الأغنام قوله بسبب توافر المراعي أو توافر الحشائش التي تربى عليها الأغنام، وتأتي الهند في المركز الثاني، ثم أستراليا في المركز الثالث. طب ده من حيث الترتيب أيضا من حيث الدول في إنتاجهم أيضا للثروة الحيوانية. هناك حيوانات أخرى موجودة في إنتاج الثروة الحيوانية، ولو وضحنا أيضا إنتاج الجاموس أو الماعز أو الإبل أو الخنازير.
انا لو قلنا هنا سؤال اختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس، تعد قاره من اكبر قارات العالم في تربيه الابقار، هل هي اسيا، هل هي افريقيا، هل امريكا الجنوبيه، هل استراليا؟ قول هنا عندنا قاره من اسيا. يعني قلنا تعد اكبر الدول في تربيه الاغنام دوله مين؟ عندنا دوله الصين. لو حددنا سؤال بما تمثل امتلاك الصين واستراليا والهند ثروه كبيره من الاغنام، اي سؤال بهذا الشكل؟ قول بسبب توافر المراعي الطبيعيه خاصة حشائش السافانا أو الاستبس. لو قلنا تناقص أعداد العاملين بحرفة الرعي البدائي بدول وسط آسيا، يرجع ذلك أيضا إلى اتجاههم إلى مجال التعليم، وأيضا توفر أيضا بعض الخدمات ووجود الزراعة. هنا طبعا السؤال اللي إحنا قلناه كوجه مقارنة قارن بين كل من الرعي البدائي والرعي التجاري. المنتجات الحيوانية الناتجة عن الثروة الحيوانية في إنتاج اللحوم. اللحوم هي المصدر الأساسي لسد احتياجات السكان من نسبة البروتين، وزاد معدل الاستهلاك العالمي للحوم في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم، ويدخل أيضا في الكثير في التجارة العالمية نحو 8% من اللحوم الحمراء. وتحتل دولة الصين المركز الأول عالميا في إنتاجها إلى اللحوم، وخصوصا لحوم الخنازير، ثم الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الثاني. لو قلنا الدولة الأخرى وإنتاج الألبان في العالم ثاني أهم المنتج للثروة الحيوانية بعد إنتاج اللحوم، وتحتل الهند أكبر الدول إنتاجا للألبان، ثم الولايات المتحدة، ومصر أيضا من الدول التنتج أيضا ألبان بمعدل 6 مليون طن سنويا من الألبان، وده الإنتاج أيضا لا يكفي، والإنتاج لا يكفي السكان بسبب زيادة معدل السكان بشكل كبير جدا، وترتب على زيادة الاستهلاك وعدم التوازن بين الإنتاج وأعداد السكان. النقطة الأخرى عند إنتاج الأصواف، ويعد الصوف أيضا من الأغنام المادة الأساسية لصناعة نسيج الصوف، وأكبر الدول أيضا بتحتل مكانة كبيرة في إنتاجها إلى الصوف أستراليا، ومن الأصناف الموجودة عندها أصواف اللي هو أغنام اسمها أغنام المارينو ذات الصوف الجيد. في إنتاج أيضا إنتاج الجلود، ومن حيث الأهمية الاقتصادية يعد منتجا حيوانيا هاما رئيسيا تقوم عليه صناعة دفق الجلود، ويدخل في مجال التصنيع في شكل المنتجات الجلدية المتعددة. الثروة الحيوانية الأخرى التي تسد احتياجات السكان من نسبة البروتين، لو يكن عندي أيضا وجود الدواجن، لقلنا أهمية الدول في إنتاج الدواجن في العالم، تربى بأعداد كبيرة في كثير من دول العالم، بل بتساهم أيضا في إنتاج اللحوم والبيض لسد حاجة السكان الموجودة في العالم. أكبر الدول بتحتل أيضا مكانة كبيرة ومكانة أولى في إنتاجها إلى الدواجن الولايات المتحدة، ثم دولة الصين. ناخد المصدر الثالث لإنتاج الثروة السمكية بعد كل من اللحوم من الأبقار والجاموس والأغنام إلى والدواجن إلى وجود الأسماك، اللي هو أيضا يعتبر مصدر أساسي بسد احتياجات السكان من الغذاء الرئيسي في المناطق الساحلية على البحار والمحيطات. على البحار والمحيطات ثروة كبيرة تتمثل في مصايد الأسماك على سواحل القارات. ولو خدنا مثال ناخد على جميع قارات العالم، عندنا وجود سواحل شمال غرب أوروبا، سواحل أمريكا الشمالية، سواحل أمريكا الجنوبية. طب لماذا بتتركز فيها هنا؟ يقول بسبب توافر مجموعة من المقاومات التي تساعد هنا على إنتاج الثروة السمكية بشكل كبير، منها مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. ولو ضربنا أمثلة لمجموعة من المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية لإنتاج الثروة السمكية، 1 التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع الباردة تعتبر من الأماكن اللي بتتركز فيها إنتاج الثروة السمكية. النقطة الثانية أيضا ضحالة المياه الساحلية، اللي هو وجود نقطة التقاء اليابس بالماء وغنائها أيضا بالثروة بموارد زراعية. النقطة الثالثة أيضا توفر المواني، وده تعتبر عنصر أساسي لرسو السفن، وبالتالي هنا بتتركز إنتاج الثروة السمكية فيهم. هناك عوامل بشرية، توفر الخبرات الفنية والعلمية لصناعة المراكب، والتوسع في تربية الأسماك على أسس علمية حديثة. طب لو خدنا من العوامل المؤثرة في إنتاج الثروة السمكية إلى عندها إنتاج الأسماك في العالم، مصادر إنتاج الأسماك، يعني معظم إنتاج الأسماك يأتي من المياه المالحة، وخصوصا على مياه البحار والمحيطات. نصف الإنتاج العالمي يتركز في مياه البحار والمحيطات، والثلث يأتي أيضا من المزارع السمكية والمياه الأخرى اللي هي الأنهار والبحيرات. فده بتعتبر أيضا توزيع إنتاج الثروة السمكية، بل تحتل الصين المركز الأول عالميا في إنتاجها إلى وجود الثروة السمكية، ويرجع ذلك إلى أنها تطل على مصايد بحرية هامة من محيطات وأنهار وبحيرات ومزارع سمكية،
ثم اندونيسيا والولايات المتحده الامريكيه. الدول المصدره للاسماك الصين، النرويج، تايلاند، ودي بتعتبر من اكبر الدول بجانب وجود احياء بحريه اخرى ممثله في القشيرات مثل الجمبري او السبيط والحيتان، ايضا بيتم استخدام الاستفاده من لحومها وايضا شحومها. وبالتالي كده احنا خدنا الدرس بتاع النهارده كده، وده درس الرعي والثروه الحيوانيه، وان شاء الله الى اللقاء طبعا في مراجعه اخرى بالنسبه للدرس الدرس الاخر على طرح اسئله في درس التاريخ. شكرا، السلام عليكم.